بدنا نبدأ إن شاء الله في شرح الشابتر الخامس من المادة واللي بيحكي لنا عن probability distribution. أتوقع مباشرة بس نسمع probability distributions رح يخطر لنا frequency distributions اللي أخذناهم بالشابتر الثاني قبل هيك، واللي كنا نجمع فيهم البيانات مع frequency يعني عدد التكرار اللي رح يحصل عندي، وبعد هيك نشتغل عليهم اللي بدنا إياها بعد ما نكون جمعناهم في جداول. هلأ تقريباً رح نشتغل نفس الفكرة، بس إنه رح نشتغل على probability وليس frequency، يعني إحنا رح نكون نتعامل مع احتمالات، جداول الاحتمالات وكيف نرسم هاي الاحتمالات، مش مع تكرار وأعداد. فخلونا نبدأ. طبعاً بنبدأ دائماً بأسهل الأمثلة مشان توصل الفكرة بشكل أفضل. هسا فرضاً أنا بدي أرمي عملة نقدية. هاي العملة النقدية بشكل عام، عملية إن أنا أرمي هاي العملة النقدية وأشوف شو بيطلع لي، شو اتفقنا بشابتر 4 بنسميها؟ حكينا بنسميها random event، يعني هذا حدث معين، حدث بدي أرميه، تجربة بدي أعملها وأشوف شو نتيجتها. طيب ماشي، رميته وبعد هيك هسا مشان أقدر أعبر عنه عن نتيجة هذا الحدث بدي أعمل مجموعة حسابات. هسا هاي الحسابات أنا ما أقدرش أعملها على إشي، يعني إشي كلامي يعني كاتيجورال، كيف بدي أنا أقدر كتابة وصورة أقدر أعمل عليهم عملية حسابات؟ فحكينا بدنا نرمز من عنا، يعني هيك كرمز كقيمة، إنه نعطي مثلا إذا كان عندي هيد هي عبارة عن صفر، وإذا كان عندي تيل هي عبارة عن واحد. فهاي الصفر والواحد هي مجرد رموز، ما بتعني لي أي قيمة أو أي إشي، يعني ممكن أحط بدل الصفر 5 بدل الواحد 10، ما في أي مشكلة، هو مجرد رمز أو قيمة أنا أعطيتها للنتيجة اللي بتطلع لي. فالصفر لحاله أو الواحد لحاله شو بنسميهم هدول؟ هم عبارة عن possible values، يعني أنا نتيجة إن أنا عملية رمي لقطعة نقدية يمكن يطلع لي يا صفر يا واحد. الصفر بنسميه possible value والواحد بنسميه possible value، هاي النتيجة ممكنة إنها تطلع معاي أو ممكن يطلع لي الصفر، ولكن الصفر والواحد ككل يعني كمجموعة كاملة بنسميهم random variable. فالراندوم فاريبل هي مجموعة النتائج اللي أنا ممكن إني أنا أحصل عليها بعد ما أعمل التجربة وأخلص. طبعاً هي مش نفسها السامبل سبيس، لا في فرق، وكمان شوي رح نوضح شو الفرق بينهم. فهي بحكي لنا إنه في حال مثلاً أنا رمزت للهيد بإنها صفر وللتيل بإنها واحد، ساعتها رح أنا أحصل على راندوم فاريبل. حكينا الفاريبل إكس يعني متغير، عندي هذا المتغير شو ماله؟ متغير عشوائي، يعني فعلياً أنا عندي لإكس أكثر من قيمة، ممكن إنها تكون الصفر ممكن إنها تكون الواحد، والنتيجتين ممكنات. ففي هاي الحالة بحكي إنها الإكس بتساوي مجموعة يا إما صفر يا إما واحد، فهاي هي الراندوم فاريبل. بالتالي هاي السيت أوف فاليوز، هاي المجموعة القيم يلي محتمل إنها تطلع عندي بنسميها راندوم فاريبل. بجوز بس نسمع كلمة فاريبل يخطر لنا مثلا إنه عادي متغير، زي كيف مثلا في الرياضيات نحل معادلة فيها مثلا إكس مجهول. فالمتغير العشوائي في مادة الإحصاء ما له علاقة نهائياً في قيم الإكس مثلاً أو قيم المجاهيل أو المتغيرات اللي كنا نأخذها في الرياضيات. يعني مثلاً أجي أحكي أنا إكس زائد 2 تساوي 6، في هاي الحالة مثلاً إكس بتساوي 4، هذا إكس ليس random variable لأنه عندي هون إكس له قيمة محددة، إكس تساوي 4 مباشرة، ولكن الراندوم variable لا، بده يكون لإكس عندي أكثر من قيمة محتملة وأنا ما بعرف أي قيمة منهم راح تطلع لإكس. إذن الراندوم variable بيختلف عن الألجبرا variable. فالراندوم فاريبل له مجموعة من الفاريز، مش زي في الرياضيات حكينا بيكون له قيمة واحدة فقط. فهذا المفهوم الجديد علينا اللي هو الراندوم فاريبل، اللي أنا عندي مجموعة من الفاريز لنفس الفاريبل، واحد منهم ممكن أي واحد من هاي المجموعة تكون هي النتيجة عندي، وعشان هيك وصفناه بالراندوم. وطبعا بما إني أنا بحكي عن نيوميريكال يعني قيم عددية، هاي القيم العددية حكينا عنها بأول شابتر إنه ممكن تكون عندي خيارين أو ممكن أصنفهم لصنفين، يا إما بنسميهم discrete أو بنسميهم continuous. والمفروض إن إحنا عارفين شو يعني discrete وشو يعني continuous. وبس للتذكير، discrete اللي هو عبارة عن قيمة محددة بدها تكون عندي رقم خلاص قيمة مباشرة، بحكي 2 4 7. أما continuous لا، بده يكون عندي range مثلا الأطوال مثل، وليس عدد محدد وثابت. فإذا الملخص ما نطلع منه من random variable إنها هي عبارة عن مجموعة يعني set من الـ possible value، مش قيمة واحدة فقط، وأنا ممكن أني أحصل على أي قيمة من هاي القيم. وطبعاً مجموعة النتائج كلها كاملة ممكن أني أنا أحصل عليها، حكينا أنه بنسميها sample space. بس هلأ برضو بدنا نعرف شو الفرق بين sample space والrandom variable. الrandom variable برمز له غالباً في X، إحنا دائماً بنسميه في X فلازم يكون حرف X capital letter. والrandom variable حكينا ممكن يكون يا discrete يا ممكن يكون continuous. طيب هلا تعرفنا على الراندوم فاريبل، بدنا نحكي عن البروبابيلتي ديستريبيوشن اللي هو موضوع هذا الشابتر. البروبابيلتي ديستريبيوشن حكينا نفس بالضبط الفريكوينسي ديستريبيوشن،
إن هي عبارة عن جداول أو رسومات يعني جرافس بعبر فيها عن الاحتمالات، وهنا كنت أعبر فيها عن فريكوينسي عن أعداد. فهي إذا عبارة عن ديسكريبشن بيعطيني probability احتمالات لكل قيمة من الراندوم فاريبل. يعني صح إحنا حكينا لما بنرمي العملة النقدية يمكن يطلع معاي مثلا يا صفر يا إما واحد، هلا الصفر إلها احتمالية والواحد إلها احتمالية، فأنا هسه رح أصير أتعامل مع جداول بحيث إنه أعرف أنظم هاي الاحتمالات. فغالبا هاي probability distribution كيف بتكون؟ يا إما على شكل تيبل أو فورميولا أو على شكل جرافس. فورميولا يمكن تكون صيغة رياضية معينة أو على شكل رسمات مثل اللي أخذناهم سكيتر بلوت وهاي الشغلات. فهي عندي مثلا تيبل بمثل لي probability distribution، فهذا الإكس هو اللي حكينا عنه بنسميه الراندوم فاريبل. طبعا هاي عملية إني أنا مثلا بدي أرمي حجر النرد، شو احتمالية إني أنا أحصل على القيم اللي موجودة على حجر النرد؟ فأول إشي بدنا نرمز إنه مثلا احتمالية حصولي على واحد كان الراندوم فاريبل إله واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة، هدول هم الأوجه اللي تكون موجودة أو الأعداد اللي تكون موجودة على حجر النرد. شو احتمالية إني أحصل على الرقم واحد؟ معروف إنها هي واحد من ستة. إني أحصل على الرقم اثنين برضه هي واحد من ستة. إني أحصل على الرقم ثلاث، هاي كلها عبارة عن random probabilities وكلها متساوية، يعني كلهم عبارة عن سدس سدس. فهذا التيبل هو اللي بسميه probability distribution. فأنا عندي هون random variables، الخيارات اللي أنا ممكن أحصل عليها، وبنظمها مع إيش؟ مع احتمالية كل قيمة منهم. طيب هلا الإشي اللي بدنا نسأله، أي جدول بيكون في عندي مجموعة من القيم ومنظم لي إياها مع مجموعة احتمالات بسميها probability distribution؟ هون بيجيني الجواب إنه لا، مش أي جدول أنا بشوفه فيه احتمالات وفيه variables معناها هذا بسميه probability distribution. هذا الديستريبيوشن في له مجموعة من القواعد، ثلاث شروط هم، إذا تحققت الثلاث شروط بسميه في هاي الحالة probability distribution. واحد منهم اختل معناها خلاص اختل الشرط كامل وبيبطل probability distribution. إذا في أنا عندي مجموعة من requirements، مجموعة من المتطلبات أو الشروط اللي أنا بدي أحققها على هذا الجدول، ولازم تتحقق الثلاث شروط مع بعض حتى أنا أقدر أسميه probability distribution. خلينا نشوف شو هاي الثلاث شروط. أول شرط من هاي الشروط لازم يكون عندي numerical data، زي ما حكينا عن العملة النقدية وهيك، إنه أنا لازم أرمز للعملة النقدية نتائجها. صح هي صورة كتابة بس أنا ما بزبط أخليها زي ما هي صورة كتابة، بدي أرمز لها برمز يكون value، يكون له قيمة. حطينا صفر واحد خمسة أي قيمة، المهم إنها تكون numerical. إذن هيك أول شرط عندي إنه هذا الراندوم variable يكون عبارة عن numerical data، وأكيد عدد الفاريوز اللي موجودة عندي في الراندوم فاريبل تكون مساوية لعدد البروبابيلتيز موجودة عندي. يعني كوني بدي أنا أنظم جدول أكيد ما بدي يكون في عندي قيمة ما إلها probability يعني. فبدي يكون عندي أول شرط إنه كل البيانات اللي عندي numerical، وعدد البروبابيلتيز الموجودين عندي بدي يكونوا نفس عدد الفاريبلز. ثاني شرط شو بيحكي لي؟ مجموع احتمالات، مجموع البروبابيلتيز الموجودة عندي لازم تكون قيمتها واحد. كنا نحكي دائما احتمالية الحدث A في إله في المقابل متممة، كنا نسميها إيش؟ A بار، نحط عليها اللي هي عبارة عن متممته، ونحكي دائماً أي حدث مع متممته بده يكون مجموعه يساوي واحد. فنفس الإشي أنا عندي أي مجموعة احتمالات في الدنيا مجموعتها لازم تكون تساوي واحد. بس إحنا رح نتعامل مع شغلات كثير دقيقة، مش أكثر من إنه أتعامل مع نص نص مثلاً هيد وتيل. ممكن إنه أنا تطلع معي مثلاً 1.001 أو مثلاً 0.39، فمش معناها إن أنا لما أشوف مثلاً 0.39 إنه هيك أنا خلص صارت عندي الاحتمالية لا تحقق الواحد وخطأ، فهذا عبارة عن إيرور، وهذا الإيرور أنا مش مشكلة بتجاوز عنه. بس إذا كان الفرق كثير كبير، واحد مثلاً 0.1 هون أو 1.2، هيك في فرق عندي، بس 1.001 خلص يعني بإمكان إن أنا أعتبرها هي عبارة عن واحد. إذا أنا عندي أول شرط إنها تكون كل هاي الداتا عبارة عن numerical data، كلها عبارة عن أعداد وأرقام. ثاني شرط إنه يكون عندي مجموعة الاحتمالات كلها بتساوي واحد. ثالث شرط لو بدي أنا أجي لكل احتمالية على حدة لازم تكون ما بين الصفر والواحد، فلكل individual value كل قيمة على حدة بدها تكون بين الصفر والواحد. بيجيب لي زي هيك تابل، وبناء عليه بدي أحدد هل هذا يعتبر. أول إشي بطلع على الراندوم variable اللي هو قيم X، بلاقي إنها هي عبارة عن صفر واحد اثنين، معناها كلها عبارة عن قيم عددية كلها numerical data. فإذا أول شرط أنا عندي تحقق. بنيجي مثلا نشوف ثاني شرط، مجموع القيم هل بتساوي واحد؟ 25% زائد 50% زائد 25% بيعطيني واحد. إذا هذا الشرط الثاني برضه تحقق. والشرط الثالث إنه أنا عندي أول احتمالية أقل من واحد بين صفر والواحد، يعني بين صفر والواحد بين صفر والواحد. إذا الثلاث شروط مع بعض تم تحققهم، في هاي الحالة بحكي إنه هذا الجدول كله بسميه probability distribution. إذا هاي كانت أول طريقة في إني أنا أعبر عن probability distributions بالجداول. ثاني طريقة اللي هي بالجرافز، وأشهر جراف إحنا متعارف عليه اللي هو الهيستوغرام.
بالضبط نفس ما كنا نتعامل معاه قبل. الهيستوجرام ان انا امثل هاي القيم على شكل اعمده، بحيث ان انا عندي يعني الشرط اللي طالبه مني في السؤال اكون حاططه هون، هو الراندوم فاريبل، باعتبار يعني الراندوم فاريبل على محور اكس هون قيم اكس، بس في البروبابيلتي تيبل بدل ما احط انا الفريكوانسي بدي احط probability. اذا في الهيستوجرام هون راح احط probability. ولو ارجع على المثال اللي هسه حليناه، احتماليه الصفر مثلا 25%، احتماليه الواحد نص، احتماليه الاثنين ربع، فهي جينا احتماليه الصفر ربع، واحتماليه الواحد نص، واحتماليه الاثنين برضه ربع. فانا كل اللي علي انا امثله عباره عن شريط او عباره عن عمود له عرض معين، هون الصفر وهون الواحد، هاي قيمه اكس لما كانت صفر واكس لما كانت واحد واكس لما كانت اثنين. هسه المثال اللي هلا اخذناه لو جينا بس نوضح فيه فكره معينه، اني انا حكينا بايش احتماليه حصولي على عدد من الهيدز، بس انا هون عاملتها على عدد من التيلز، شو احتماليه حصولي على عدد من التيلز؟ فاحنا كنا في البدايه بنحكي ايش الاحتمالات الممكنه عندي، يمكن يطلع عندي هيد هيد او هيد تيل، تيل هيد وتيل تيل. هذا ايش كنا نسميه؟ اللي هو السامبل سبيس، هاي كلها كنا نسميها السامبل سبيس، اللي هي عندي اربع نتائج ممكنه، تو هيد تو تيل او هيد تيل او تيل هيد، لانه بيفرق عندي الترتيب. بس لما انا اجي احقق الشرط اللي حكيناه، ايش الراندوم فاريبلز اللي عندي؟ يعني ايش الخيارات اللي ممكن تطلع عندي؟ فأنا ممكن يطلع عندي صفر تيل، هون تو هيدز معناها صفر تيل، سواء كانت هيد تيل او تيل هيد، الجهتين بتمثل لي عباره عن 1 تيل، ولما تكون عندي تو تيلز معناها اكس بتساوي 2، 2 من التيل. اذا فكم راندوم فاريبل انا عندي هون؟ بس 3 راندوم فاريبل عندي، يا اما يكون صفر تيل، يا اما 1 تيل، يا اما تو تيل. هذا الفرق ما بين السامبل سبيس وما بين الراندوم فاريبل. السامبل سبيس هي كل مجموعة الخيارات، يعني ممكن أحصلها بترتيب معين بدون لسه ما أعرف أنا شو الشرط اللي عندي، يعني بشكل عام في عندي إشي اسمه سامبل سبيس، كل الخيارات الممكنة. بينما الراندوم فاريبل لا، بدي أنا تكون تحقق القيم كلها هي اللي بتحقق لي الشرط اللي بدي إياه. فأنا عندي هون بس 3 راندوم فاريبل، ولكن عندي 4 من السامبل سبيس. ومشان هيك لما حكينا عن الاحتمالات هون، كانت عندي احتمالية الصفر ربع واحتمالية 2 ربع، بس احتمالية الواحد نص. فمن وين اجتني فعليا؟ هي احتماليه الصفر ربع هي عباره عن واحد من الاربع احتمالات في السامبل سبيس الممكنه، اما احتماليه الاثنين برضه ربع واحد من الاربع احتمالات، ولكن احتماليه انه يكون عندي واحد كانت جايتني من تو من السامبل سبيس، حدثين من السامبل سبيس بحققوا لي هذا الراندوم فاريبل. فكنا حكينا انه ربع من هون وربع من هون صارت عندي احتماليتها نص. فعشان هيك حبيت اوضح انا كيف هاي الاحتمالات حصلناها، وشو الفرق ما بين السامبل سبيس وما بين الراندوم فاريبل. وبطريقة أسهل مشان أنا أعرف شو نتيجة الاحتمال اللي بيطلع عندي، في عندي فورمولا، إحنا حكينا ممكن نعبر عنها برضه بفورمولا. فهي عندي مثلا احتمالية عبرت عنها بفورمولا، إن هي عبارة عن 1 على 2 في 2 ناقص إكس مضروب في إكس مضروب. فلو جينا نطبق مثلا الصفر، عندي هون صفر مضروب يعني 1، وهون يعني 2 مضروب يعني بضلها 2 في 2 4، 1 على 4 ربع يعني 25%. فهي احتمالية الصفر فعلا كانت 25%. ونفس الشيء لو طبقت الواحد، ونفس الشيء لو طبقت الاثنين. فهون كانت عندي فورمولا بشكل عام بتعبر لي عن البروبابيلتيز. المثال هون بحكي لي عن مدير لاحدى الشركات، انسال عن الانترفيوز اللي كان يعملها لمقابلات يعني اللي بيتوظفوا عنده في الشركه. طبعا انسال عن ايش اكبر الاخطاء اللي بيرتكبها هذول الناس اللي بيجوا بيتقدموا عنده للوظيفه. فلخص هو الاجابه والاحصائيه اللي عملها بهذا التيبل، وبسالني هل هذا التيبل يمثل probability distribution. حكينا البروبابيلتي ديستريبيوشن بيحقق لي ثلاث شروط لازم. اول شرط لما انا شفت انه عندي هنا الراندوم فاريبل اللي هو قيم اكس عباره عن كاتيجوريال داتا، مباشره المفروض اني انا اعرف انه اول شرط اختل، اذا هذا لا يمثل probability distribution عندي. ولو جينا لثاني شرط برضه لا، بنلاحظ انه مجموع هاي الاحتمالات كلها طلعت لي فوق الواحد، اذا برضه هذا ما بيمثل probability distribution. بس بدنا نرجع لنقطه مهمه لازم نحكيها ونكون يعني منتبهين لهي الشغله، انه انا في probability distribution بحكي عن population، ما بتعامل مع سامبل. يعني انا لما رميت هاي العمله النقديه ما كنت احكي مثلا بس اخذت النتيجتين هدول وبناء عليها عملت حساباتي، لا انا بتعامل مع كل النتائج اللي بتطلع عندي، وبدي اخذ الراندوم فاريبل منهم كلهم. فمشان هيك انا بتعامل مع بوبوليشن وليس سامبل. فمشان هيك بدنا نحكي عن البارامترز اوف بروبابيلتي ديستريبيوشن. اذا انا بدي احكي عن بارامترز. اذا متذكرين من الشابتر الاول شو البارامترز حكينا؟ هي اي خصائص تتعلق في البوبوليشن. فتأكيدا على اللي حكيناه انا بتعامل مع population مش sample. فمشان هيك البارامترز اللي انا بدي احكي عنهم سواء كانوا mean, standard deviation, variance, range، اي شيء من هيك بدها تكون عباره عن مجموعه من البارامترز اللي بتتعلق في population.
هلا بدي اشوف انا كيف بدي اطلع المين والستاندرد ديفيشن وكل هاي الشغلات للبروبابيلتي ديستريبيوشن. تتذكروا لما حكينا انه المين بيختلف عن الافريج، وحكيت لكم السبب انه المين مش مجموع القيم على عددها فقط، له مفهوم اوسع من هيك وله قوانين اكثر من هيك. فمن هون وطالع من شابتر 5 وبعد هيك رح تسمعوا في المين كثير وله قوانين كثير رح تصير لا تعد ولا تحصى. كل قاعده رح ناخذها بعد هيك لها المين الخاص فيها. وهي عندي اول مثال انه انا في عندي في حاله البروبابيلتي ديستريبيوشن المتوسط او المين لهم هو عباره عن مجموع قيم اكس مضروبه في الاحتماليه، قيم الراندوم فاريبل اضربها في القيم الاحتماليه واخذ في النهايه المجموع لهم بيعطيني المين. تقريبا نفس القانون اللي كنا نطبقه في الفريكوينسي ديستريبيوشن. هناك ايش كنا نحكي؟ انه المين شو بتساوي؟ مجموع اكس بدي اضربها في الفريكوينسي وفي النهايه اقسمهم على ان. في النهايه هذا المجموع كله بدي اقسمه على ان. طبعا هاي الصيغه هي نفسها لو بدي احكي انا مجموع، يعني لو بدي اطلع صيغه المجموع برا نفس لو بدي احكي مجموع كامل الاكس ضرب اف مقسومات على ان. هاي القيمه اللي هي عباره عن اف على ان، احنا حكينا اف هي الفريكوينسي يعني عدد التكرار، على ان اللي هي عباره عن التوتال. لما كنا نحكي احنا رقم من التوتال هاي الشيء شو بنسميه؟ مش هي عباره عن احتماليه؟ لما انا احكي انه انا بيطلع لي الاثنين مره واحده من اصل 6 مرات مش هاي عباره عن احتماليه؟ فاذا هاي شو بتساوي؟ probability. فمشان هيك احنا حكينا عنها انها هي عباره عن اكس، الاكس نزلت زي ما هي والاف على ان تحولت للبروبابيلتي. فهو فعليا نفس القانون بس انا هون بدي اتعامل بالصيغه اللي موجوده عندي في السؤال. اعطاني probability اذا اكس في بي اكس، اعطاني frequency بتكون اكس في اف على ان. فبالتالي نفس القوانين برضه في الستاندرد ديفيشن في الفارينس، بس اني انا بدي استبدلهم. عندي صيغتين للستاندرد ديفيشن او للفارينس، يا اما بحكي انها هي عباره عن مجموع كل قيمه اطرحها من المين واربعها بعدين اضربها في البي اكس واخذ المجموع كامل، او بالاول باخذ الاكس تربيع في بي اكس وباخذ مجموعهم في الاخر، وبعد ما اخذ مجموعهم في الاخر بطرحها من المين تربيع. فهم القانونين بيعبروا لي عن الستاندرد ديفيشن في حال كانوا تحت الجذر. فالفكره برضه بسيطه ومرة علينا حكينا في الفريكوينسي ديستريبيوشن. طيب لو نيجي نشوف مثلا عندي هاي جدول، نيجي نشوف المثال. انا عندي هاي تيبل نفس التيبل اللي حطيناه للحجر النرد. عندي من 1 ل 6 اللي هي عباره عن الراندوم فاريبل اللي بتطلع معاي من حجر النرد، وبناء عليه في عندي احتماليه لكل فاليو. الواحد هي احتماليته، الاثنين هي احتماليته، ثلاث هي احتماليتها. ومطلوب مني ان انا اطلع المين والفاريانس. فاول خطوه مشان انا اقدر اطلع المين لازم حكينا ناخذ الاكس في بي اكس. اذا بدي اعمل كمان خانه هون اضيفها على التيبل هي عباره عن اكس في بي اكس. بدي اجي احكي الواحد ضرب هاي 5%، الاثنين ضرب 15% واكمل كل الجدول. انا هيك حصلت على قيم اكس ضرب بي اكس، والمين شو يساوي؟ مجموع قيم اكس في بي اكس. اذا اجمع انا هاي الارقام هيك بكون حصلت على المين. طيب لو بدي الفارينس، القانون الاسهل لتطبيق اني انا اجي اربع قيم الراندوم فاريبل واضربهم في بي اكس مشان اقدر اطلع الفارينس. بس اللي علي انا اضيف كمان خانه هي عباره عن اكس تربيع مضروبه في بي اكس. اذا في هاي الجداول مشان اقدر اوجد البارامترز مباشرة بروح بضيف عمودين، عمود عبارة عن x في px وعمود عبارة عن x تربيع في px. فهون ضربت الواحد في 5%، الأربعة في 15%، التسعة في 35%، هاي كانت النتيجة الموجودة عندي. فالخطوة اللي بعد هيك بكل بساطة باجي بروح حسب واخد التوتال، مجموع الاحتمالات كلها الموجودة عندي قيمتها واحد. وطبعا بالمنطق يعني لما أنا أجي أحكي 5% احتمالية الواحد، 15% من احتمالية اثنين، هاي القيم 15% من إيش؟ 5% من إيش؟ 5% من كل القيم الموجودة عندي. فإشي طبيعي أنه بتكون في النهاية مجموعهم يساوي واحد، وهي مجموع x في px. فلما أجي أطلع المين هي عبارة عن مجموع x في px، خلاص بس بأخذ الرقم النهائي واللي هو 3.4. لما بدي أطلع الفارينس إيش بتهمني؟ مجموع ال x تربيع في px، يعني برضه بدي أخذ هذا 12.9 بس بدي أطرح منه المين تربيع. يعني ال 12.9 بدي أطرحها من 3.4 تربيع بيعطيني هيك الجواب 1.34. هاي هي عباره عن الفارينس. واذا بدي اطلع الستاندرد ديفيشن بس كل اللي علي اني احطها تحت الجذر. كمان مصطلح جديد علينا هو الاكسبكتد فاليو. طبعا هو جديد كاسم ولكن الاكسبكتد فاليو، بس نسمع اكسبكتد فاليو هي نفسها نفس المين مباشره. اكسبكتد فاليو يعني كانه بيطلب مني المين، هو المتوسط الحسابي. بس اللهم انه خلص حبينا نطلق عليه هيك اسم ثاني بنسميه اكسبكتد فاليو. عندنا هون كمان مثال مشان نوجد البارامترز للبروبابيلتي ديستريبيوشن. معطيني برضو عن هاي العملة النقدية اللي رميناها وفي عندي احتمالات وبناء عليه بدي اوجد المين والفارينس والستاندرد ديفيشن.
مباشرة شو اللي عملناه؟ حكينا نفس الخطوات. أول خطوة بدي أضيف عمود كامل اللي هو عبارة عن X في PX. بعد ما أضفته وطلعت هاي القيم بهمني أنا المجموع في النهاية، ومشان أقدر أطلع الفاريانس والستاندرد ديفيشن بهمني أن أنا أخذ X تربيع في PX، أو بأخذ كل قيمة ناقص المين للكل تربيع مضروبة في PX. فحكينا هذا الشيء شوي أصعب علينا، فلو أني أنا أخذ مباشرة X تربيع في PX أسهل لي، فبإمكاني أحكي الصفر في البي إكس، الواحد في البي إكس، والاثنين بتصير أربعة، أربعة في الاحتمالية بي إكس. ففعلياً صفر زائد نص زائد الاثنين في الربع اللي هي واحد، إذن بيكون عندي هون الجواب واحد ونص. لو بدي أنا أمشي على الطريقة الثانية حيكون عندي هون واحد ونص. فإذن شو المين؟ هاي المين عبارة عن واحد، المين هو واحد، والستاندرد ديفيشن هو عبارة عن الواحد ونص بالطريقة الثانية ناقص الواحد تربيع. إذن بيكون عندي الجواب يساوي نص، وهي هو المطلوب. طبعا هذا مش الستاندرد ديفيشن، هذا الفاريانس. لو بدي الستاندرد ديفيشن بدي احط هذا النص تحت الجذر، اذا هي حطه تحت الجذر وطلعت معي جواب الستاندرد ديفيشن. زي ما ربطنا قاعده الرينج رول اوف ثمب اللي اخذناها برضو بالشابتر الثالث في الديستريبيوشن تبع الفريكوانسي، برضو بدي اربط هون الرينج رول اوف ثمب بهذا الديستريبيوشن. فنفس المفهوم نفس الفكره، كيف بدي اعرف هل القيمه سيجنيفيسنت ولا نوت سيجنيفيسنت؟ سيجنيفيسنت يعني القيمه بارزه كثير، او يعني مش يعني بارزه، يعني انها هل هي بعيده كثير عن المين وجايزة كأنها طفرة يعني ولا لأ. إنه أنا بيكون في عندي مقياس، هذا المقياس في منتصفه بتمثل المين. القيم اللي بناء عليها بحدد اللي هي significantly low ولا significantly high، اللي هي المين ناقص to standard deviation والمين زائد to standard deviation. وحكينا إنه هاي two ثابتة دائما، ناقص two زائد to standard deviation. أي قيمة تحت المين ناقص to standard deviation بتكون عبارة عن low value، والأي قيمة أكبر من زائد to standard deviation بتكون high values، والقيم اللي ما بينهم هي عبارة عن النت سيجنيفيسنت، هي القيم الطبيعية واللي مش بارزة أو ما فيها أي إشي غلط يعني. فهون معطيني إنه المين بتساوي واحد، والستاندرد ديفيشن بتساوي 0.7 من الهيتس. طبعاً هي العملية كلها إني أنا رميت قطعتين نقديتين، وكان هيك المين وكان هيك الستاندرد ديفيشن. فبناء على الرينج رول أوف ثمب، هاي اسم القاعدة، بدي أحدد إيش احتمالية إنه يطلع لي أنا تو هيتس. هل هي significantly height ولا يعني عدد الهيدز إنه يكون اثنين، هل هو significant ولا not significant؟ إذا كان متوسط عدد الهيد اللي ممكن يطلع لي واحد، الاثنين شو بتمثل بالنسبة للواحد؟ بنيجي حكينا بنعمل الخط المتعارف عليه، الواحد هو عبارة عن المين، فإذا حكينا مشان حدد اللو هي عبارة عن واحد ناقص two standard deviation، يعني واحد ناقص 1.4، يعني بيطلع عندي الجواب سالب 0.4. في المقابل مشان أحدد الهايت هي عبارة عن 1 زائد 1.4 يعني 2.4. فأنا شو القيمة اللي حدد لي إياها؟ 2 heads. الـ 2 heads وين بيكون موقعها؟ بيجي موقعها هون. إذن بما أنه موقعها ما بين الهايت واللو، إذن هل هي significant؟ لا، هي not significant، هي مش قيمة بارزة، هي عادي إشي طبيعي موجودة ما بين اللو والهايت، إذن هي قيمة not significant. هذا ملخص حل السؤال كله اللي مكتوب هون. هون بيحكي لي لما يكون متغير العشوائي X عدد مرات ظهوره ما بين مجموعة كبيرة من الترايلز والمحاولات، عدد ظهوره أقل أو يساوي في النهاية، يعني كاحتمالية تكون أقل أو تساوي 0.05، في هاي الحالة هو عبارة عن High Significant. وبنفس الوقت إنه 0.5 هو مش إشي ثابت وإشي قطعي، يعني لا، هذا إشي تقريبي مثلا منهم، هي معلومة هيك إضافية ممكن يجيب لنا إياها في Multiple Choice، إنه 0.05 هي اللي بتحدد لي إنه هل هو Significant ولا Not Significant. بس هل هاي القيمة ثابتة وقطعية؟ لا، ممكن إنها عادي تتغير، ممكن إنها تكون مثلاً 0.01، ممكن تحكوا إنها كيف هاي significant وبتكون أقل من 0.05. هاي عبارة عن احتمالية، يعني اللي probability مش القيم X. إحنا لما كنا نحط على الخط كنا نحط قيم X إنه 2 hits 4 hits، ولكن هاي هي عبارة عن probability، والprobability لازم تكون موجودة ما بين الصفر والواحد. فأي قيمة أقل من 0.05 غالباً بدها تكون significant، سواء low أو high. أي قيمة احتماليتها أقل من 0.05 هي عبارة عن significantly low أو high. طبعاً زي ما حكينا هاي 0.05 مش ثابتة حسب المعيار أو المقياس اللي أنا بتعامل معه. فهون برضو نفس الفكرة، بس اللهم إنه significantly low بدها تكون عندي X or fewer، يعني عدد المرات ظهور الـ X أو أقل. أما هناك كان عندي X or more، X هو الـ variable اللي أنا طلع لي، الـ random variable اللي طلع لي أو أقل منه، بينما في الهايت هو الراندوم فاريبل اللي طلع لي او قيم اكبر منه. بضل علينا اخر معلومه بهاي الجزئيه اللي هو شيء بنسميه الرير ايفنت، برضه هي زي كانها قاعده بنسميها الرير ايفنت رول. هاي الرير ايفنت رول شو بتحكي لي؟
انه انا افترضت احتماليه معينه مثلا، لما جيت افحص هاي الفرضيه اللي انا حطيتها طلعت القيمه معي اصغر بكثير، هذا دليل على انه هذا الفرضيه اللي انا فرضتها غير صحيحه ولازم انا اعملها ريجكتد او اعملها رفض. فهذا ملخص القاعده بشكل عام. برضو القاعده ما لها اي تطبيق عملي، هي مجرد بس هيك معلومه عامه ممكن تيجي في اسئله المالتيبل، انه الرير ايفنت رول مش معناها انه حدث ما بيحدث او حدث نادر، لا، هي عباره عن اندر جيفن اسامبشن، انه انا كان في عندي اسامبشن معين ولكن الواقع طلع اندر هذا الجيفن اسامبشن. فاذا هي الاحتماليه انه الاوتكم او هاي النتيجه اللي بتطلع لي تكون فيري سمول مقارنه بالشيء اللي كان متوقع. هذا هو ملخص القاعده. نشوف اخر مثال عندنا في هاي الجزئيه، بيحكي لي يو هاف $5 تو بليس اون ا بيت ان ذا لاس فيغاس، في رهان معين عندي في لاس فيغاس وانا معي $5 مشان انا احطهم في هذا الرهان. ف يو هاف نارود يور تشويس تو ون اوف تو بيتس، في عندي انا خيارين، اني انا البيتس هي الرهان، انا بدي اراهن على واحده من الشغلتين، يا اما اراهن في لعبه الروليت مثلا انه يطلع لي الرقم 7 او اراهن على الباس لاين في لعبه الدايس. السؤال الأول شو بيحكي لي؟ لو أنا راهنت بالفايف دولار يلي معاي على الرقم 7 في لعبة الروليت، تمام، بيحكي لي احتمالية خسارتي لهاي الفايف دولار هي 37/38، واحتمالية إني أنا أربح 1/38، هاي الاحتمالية. قديش أربح؟ بربح $175. فهو هون بيوضح لي إنه هي أساساً $180، بس على اعتبار إنه شلنا منها $5 يلي هو دفعهم عشان يفوت أساساً في السباق أو في الرهان بشكل عام. فالمهم معطيني احتمالية انه يخسر $5 ومعطيني احتمالية انه ينجح في $175. طيب شو المطلوب؟ المطلوب مني اني اوجد الاكسبكتد فاليو في حال انا دفعت $5 في هذا الرهان. طبعا حكينا الاكسبكتد فاليو يعني بيطلب مني المين. هيك اسئلة شوي بتكون زنخة فيها رهانات وما رهانات، بس احنا نحاول نبسطها مشان نقدر نحصل على الاجابة بطريقة سهلة. فاذا انا عندي احتماليتين، في المقابل عندي تو راندوم فاريبل، يا اما اني انا بخسر هاي الخمسة يا إما أنا بربح 175. فبقدر أنا أجي أحطهم بجدول اللي هي الراندوم فاريبل عندي الخمسة والخمية وخمسة وسبعين، وفي المقابل في عندي الاحتمالية 37 والواحد من أصل 38. فزي هيك حطينا إنه هاي عندي أنا اللي بهمني الإكس قيم الراندوم فاريبل وقيم الاحتمالية اللي هي البي الإكس. طبعا هاي السالب دليل على الخسارة، إني أنا خسرت $5، وهون الموجب إني أنا ربحت في 175. إذا مشان أوجد المين هيك الموضوع صار سهل علي مباشرة، بس بدي أوجد مجموع X في PX، فباجي بعمل هنا عمود جديد هو عبارة عن X في PX، السالب 5 بدي أضربها في الاحتمالية وال175 أضربها بالاحتمالية، طلعت معاي هاي النتيجتين، ربحيتي حتكون 4.6 احتماليتها مقابل 4.8 متوسط الخسارة تبعتي، فلما بدي أخذ مجموعهم حيطلع عندي سالب 0.02. إذا عندي هون المين حيكون سالب 0.26، هيك بكون طلعت له الاكسبكتد فاليو زي ما هو بده. ممكن تسالوا حالكم سؤال، طب انا كيف عرفت انه لازم انا استخدم الجدول؟ يعني كيف بده يخطر لي ان انا احول هاي المعطيات لجدول ومن الجدول اعمل هذا الحكي؟ طبعا الجدول مش شيء ضروري ومش شيء اساسي يعني لازم انا استخدمه مشان احل، هو بس مشان انا اوصل الفكره واسهل للتعامل. فهو فعليا انا متى ما شفت عندي اكثر من probability واحده واكثر من random variable في نفس السؤال، بدي اعرف انه انا مشان اطلع المين هو عباره عن كل random variable مضروبه في probability تبعتها، وفي النهايه بدي اخذ مجموعهم. فلو قدام رح اخذ اكثر من ديستريبيوشن، فانا مباشره بس اصير اشوف يعني في السؤال عندي اكثر من probability واكثر من random variable، بده يخطر لي اني انا احولها لجدول عشان اسهل لي في التعامل. ولا عادي بامكاني مباشره اروح احكي هاي probability ضرب بقيمتها الراندوم فاريبل زائد probability الثانيه ضرب قيمتها، بس زي ما حكيت الجدول هو اسهل التعامل. سؤال ثاني بحكي لو انا راهنت في الخيار الثاني على لعبه الدايس ودفعت فيها هاي الخمسه، احتماليه خسارتي للخمسه حتكون هاي القيمه، واحتمالية ان انا اربح هي 244. طيب وين الراندوم فاريبل للربح؟ بحكي لي هون لو انا دفعت هاي الخمسة راح يعطوني بدالهم 10 بما فيهم يوربت، بما فيهم اللي انا دفعته على الرهان. اذا نفس ما حكينا في السؤال الماضي انه انا عندي راح يعطوني 10 وانا بكون دفعت 5، اذا النت بروفيت عندي يعني القيمة الكلية اللي انا راح اربحها هي عبارة عن 5. فاذا يا اما بفوت هذا السباق بخسر الخمسة يا اما بربح 5. شو الاكسبكتد فاليو برضه؟ بدي اجي اعمل نفس التابل، هاي في عندي random variables وعندي في المقابل احتمالات، بس انه عندي خيارين جداد، في عندي يا اما بخسر 5 عشان هيك عندي سالب 5 او اما اني بكسب 5. فبرضه بدي اعمل عمود جديد واني انا اضرب x في px وبيطلع معي هاي القيم، اللي بعد هيك باخذ مجموعهم عشان يساوي المين، مجموعهم طلع عندي سالب 0.07. كان ذاكر لي في السؤال الثاني بحكي لي هون اي خيار من الخيارين كان افضل، اني انا اراهن في لعبه الروليت ولا في لعبه الدايس؟
طبعا برجع لنتيجة الاكسبكتد مين اللي طلعت عندي، اكسبكتد فاليو او المين اللي طلع عندي. الحالة الأولى كان عندي خسارة في 0.26، بينما في الحالة الثانية كان عندي خسارة ب 0.07. إذا 7% ولا 26% أخسر، أكيد إني أنا أخسر 0.7 أفضل من إني أخسر 26%. فالقيمة اللي خسارتها أقل أفضل عندي، بالتالي إني أنا أختار الكرابس جيم أو الدايس جيم أحسن لي من إني أختار لعبة الروليت. وهذا اللي موضح لي إياه هون، إن الكرابس جيم أو لعبة الدايس هي أفضل على المدى الطويل. على المدى الطويل حتى لو إنه يعني الواحد لأول وهلة ممكن يفكر إنه أنا لعبة الروليت كانت تعطيني بتربحني 175، إذا هي أفضل لي. ولكن على المدى البعيد لما أنا بحسبها كاحتمالية، في عندي أكثر من عامل بحطهم في عين الاعتبار، حتطلع عندي لعبة الكرابس لا لسه أفضل. في عندي أكثر من عامل بيأثر على النتيجة وما يغرنا كبر الرقم في البداية. هيك بنكون خلصنا أول جزئية من المادة، واللي كانت تعريف الـ probability distribution وكيف بتعامل معهم. هلا بننتقل للموضوع الثاني والثالث من الشابتر، البينوميال والبويسون probabilities. هم عبارة عن قانونين أو يعني distributions مختلفين عن الـ probability distribution، قانونين أو قاعدتين مختلفات وجداد برضو علينا، من خلالهم في لهم شروط محددة بدي أطبقها وأعرف الاحتمالات. طبعا في نهاية شابتر 4 لما احنا أخذنا على الكاونتينج، الخمس قواعد اللي أخذناهم كانت من أجل الكاونتينج. ولما كان يسألني عن احتمالات كانت احتمالات محددة، يعني يسألني عن مثلا صف معين، هل بتنظيم معين، بترتيب معين، مش ممكن يتكرر. فكانت دائما احتماليتنا واحد من أصل الكل، والفكرة كانت عندي أن أنا أوجد الكل وبعدين خلص أحط واحد على الكل. بس هون لأ، رح نخوض في الاحتمالات نفسها قواعد مشان أنا أوجد احتمالية نجاح، احتمالية فشل، احتمالية أي قيمة ظهورها عدم ظهورها، فما نخربط بينهم وبين قواعد العد. قواعد العد مشان أوجد السامبل سبيس، بينما البينوميال والبويسون هم عبارة عن قواعد مشان أوجد البروبابيليتي وأوجد البارامترز الخاصة فيهم، من مين أو ستاندرد ديفيشن أو فاريانس. كل واحدة لها قوانينها الخاصة، المرة الجاية إن شاء الله رح نيجي عليهم بالتفصيل. ويعطيكم العافية.